نستضيف خطاط المغربي الطنجاوي عزيز عويا على هامش مشاركتي في المهرجان الوطني للزجاج اللي يتكلمنا على التجربه ديالو في خط فن الخط. بسم الله الرحمن الرحيم. فعلا كما قال الاخ مشارك في الخط العربي والهدف ديالنا لان باش نبينوا هذه التراث ديالنا وفعلا اللي في كاين استحسان من الجمهور وهذه فرصة باش نكون حاضرين في هذا الملتقى الوطني الأول الجزائري للعيش وحقيقة أنا فرحان سعيد بالوجود ديالي معكم وخصوصا باش ندير واحد التراث ديالنا اللي ما خصناش حقيقة ننساوه وهذه فرصة باش نبينوا خصوصا الأجيال الصاعدة باش نحببوهم في هذا الميدان الطيب والحمد لله ونشكركم على هذه المبادرة. نعم بصفة خاصة الخط المغربي يعني وال فعلا الخط المغربي للأسف يعني تنعشقوا لأن فيه الأنواع كثيرة وجميلة غير الإشكالية اللي باقا في الخط المغربي مازال ما عطاوش التقعيد ديالو بحال المشارقة بحال الخط المشارقة باش نتبعوا واحد المدرسة خاصة به يعني كاين الخط المغربي فعلا ولكن غير التقعيد ديالو والتقنيات ديالو مازال ما كانش واحد نعم كيفاش ممكن نحافظوا على الخط المغربي؟ المغربي في انواع باش نحافظوا عليه لان خصو يدرس في المدارس اولا تكثر فيه المدارس يعني كثيره فهمتي يكون بقواعد اكاديميه يعني باش تعطي شي حاجه اكاديميه تتسهل عليه اللي سميتو الاتقان في الخط والخط المغربي راه عريض والتجربه ديالك انت في الخط شنو هي انواع الخط اللي الخط اللي حقيقه اللي تنشتغل عليه انا بحال الخط المبسوط اللي تكون تكتب بالقران المصحف وكاين خط المجوهر كذلك حتى هو جميل وخط الكوفي حتى هو عشان غالي على التعريف وتندير خط الثلث هو اللي تسمى خط المغربي الثلث اللي تخدم المشارق. نعم وكتشارك شي مسابقات يعني وطنيه او عربيه؟ وحاليا تشارك غير في ما كانش تنتمنى تكون دوليه يعني تشارك وطنيا ونتمنى لما لا تكون دوليا باش نبينوا هذا التراث ديالنا.